قال سامح شكري وزير الخارجية إن مصر ترفض أي محاولات لفرض الأمر الواقع بالقوة في اليمن، وتؤكد ضرورة التسليم بحل سياسي وفقا لما حدده مجلس الأمن. وأضاف شكري إن مصر شاركت في التحالف العربي لحماية الأمن القومي للمنطقة العربية ومستمرة في دعمها للحكومة الشرعية في اليمن، ولن تسمح بأي تهديد لأمن السعودية. دكتور وسيم، يعني رفض مصري لفرض أمر واقع بالقوة وضرورة وضع حل سياسي في ذات الوقت الذي يصر فيه النظام الإيراني على خرق القرارات الدولية وتهريب الأسلحة لميليشيات الحوثي في اليمن، كيف تقرأ ذلك؟ أنا أقرأ هذا أن ده يعني من زمان الحكاية ده هي موجودة. يعني يمكن نبتدي نعرف أن اللي حصل مثلا مجيء الخميني بكل أسف يعني هو حل وضع خاطئ بوضع خاطئ آخر. يعني في العصر بتاع الشاه، لما نقرأ الكتاب بتاع روبرت درايفوس هوستج الخميني اللي هي رهينة الخميني، نجد أن الشاه يعني عمل حاجات من أخطرها وأهمها بالضبط. يقول لك أن النمر الفارسي أراد أن يكون له نابين نوويين. في هذه اللحظة واشنطن دي سي أند لندن اعتبروه رجل ميت وابتدوا يحاربوه. ف المؤسف ان ايران بتحاول تخرج عن بره حدودها وتحاول ان تكون دوله نوويه. طب ليه هتحارب مين؟ اسرائيل ما هي دوله نوويه، هتحارب يعني الدول الاسلاميه والعربيه؟ انا مش فاهم ايه معنى دي كلها. ولو ان ايران اتجهت للاصلاح الداخلي بتاعها في الخارج هتعيش في سلام وشعبها في سلام. النقطه الثانيه، لازم ايران تعرف كويس قوي ان الدول العربية والإسلامية لا يمكن أن تتخلى عن مصر في أزمتها، ولا يمكن أن مصر تتخلى عن هذه الدول العربية برضو في وقت شدتها. ومصر عرفت أهمية دول الجوار والدول العربية منذ أيام الهكسوس، وعشان كده هو لم تكتفي بحدود مصر، إنما يعني وعشان كده دايما نقول أن سوريا هي البوابة، وأي حاجة تهدد سوريا بتهدد مصر، وأن الدفاع عن مصر لا يبدأ من باب البيت إنما من أبعد مكان عن هذا الباب.